ريو فاليكانو اتليتيكو مدريد الدوري الاسباني الدرجه الاولى، وين شاهدنا كيفاش وين الكوكي الذي سجل في الشوط الثاني وانتهى الشوط الاول 0-0. شاهدنا اتليتيكو مدريد وين مباشره بعد دخول الشوط الثاني وين كوكي الذي سجل الهدف في الدقيقه 49، يعني شاهدنا وين كانت المباراه اللي كانت شيقه، خاصه سيموني وين دخل بخطه 3-5-2. شاهدنا كيفاش اندوني المدرب تاع ريو فاليكانو اللي دخل بخطه 4-2-3-1، يعني كانت المباراه متكافئه في الاستحواذ في التمريرات، يعني كانت مباراه التكتيكيه ما بين اللاعبين. اخيل كوريا اللي خرج بالبطاقه الحمراء في الدقيقه 86. شاهدنا ريو فاليكانو ستول يعني في الحراسه ايفان باران غارسيا اليخاندرو كاتينا شنا اوسكار سانتي ماريو الفارو غارسيا سيرجيو لوسكار كذلك وين تيغو. شاهدنا كيفاش وين باتي سياس اللي دخل دقيقه 63، اندي مامادو اسحاق اللي دخلوا الشوط الثاني لكن بدون جدوى، وشنا يان في الحراسه تاع اتليتيكو مدريد اللي لعب دور كبير، ستيفان يعني خوسي ماريا ريان يعني يعني ماركوس رودريغو كوكي المسجل كوكي المسجل الهدف يعني في الدقيقة 49. شاهدنا كيفاش وين نقولوا بلي أنطونيو غريزمان جاو، شاهدنا الدخول يعني أنخي كوريا لويس سواريز في الشوط الثاني، يعني وين نقولوا بلي ريو فاليكانو وين حاول بكل طرق لكن بدون جدوى، وين شاهدنا وين الشوط الأول اللي انتهى 0-0. خاصة أتليتيكو مدريد عندما تسجل من الصعب عليك تعديل النتيجة. هذه هي الجولة 29 ريو فاليكانو أتليتيكو مدريد الدور الإسباني الدرجة الأولى.